بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين مساء الخير وأهلا بحضراتكم في مساحة جديدة للرأي. ما تزال قوى الظلام التي لا تريد لهذا البلد الاستقرار والنهوض من جديد تحاول بشتى الطرق والوسائل لتعطيل مسيرة الوطن لاستكمال خارطة المستقبل. من هذه المحاولات الدعوة للتظاهر يوم الجمعة القادم مع حمل المصاحف في إعادة لمشهد حمل المصاحف على أسنة الرياح قبل 14 قرناً، وهو ما أحدث الفتنة الكبرى في الدولة الإسلامية آنذاك. من المؤكد أن ما يسعون إليه لن يحدث على الأقل لفارق الزمن والمكان، لكن الفكرة ذاتها جديرة بالبحث. فالدعوة التي صدرت من كيان مجهول استخدم لفظ سلفية لاستقطاب العامة هي دعوة استنكرتها جميع القوى السياسية والتيارات الإسلامية، على رأسها الدعوة السلفية في كل محافظات مصر. لم ترحب بها سوى الجماعة الإرهابية، وهذا يشير إلى حقيقة الفخ المنصوب لجر البلاد لا قدر الله نحو الفوضى والتخريب. في هذا السياق يصبح من الضروري البحث في حقيقة الحدث الذي قام به الخوارج قديما ويحاول تكراره خوارج هذا الزمان مرة أخرى، مستغلين سذاجة البسطاء وجهل بعض الشباب بصحيح الدين. هذا سيكون محور النقاش مع فضيلة الشيخ محمود عابدين من علماء الأزهر الشريف والداعية الإسلامي. شيخ محمود، أهلا وسهلا بحضرتك، بتنورنا دائما في مساحة للرأي. أهلا وسهلا بحضرتك وبالسادة المشاهدين وكل ساكني جمهورية مصر العربية، عليهم السلام والخير والرحمة والبركات يا رب العالمين. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا يعني رفع المصاحف على أسنة الرماح والحادث الذي وقع يمكن من أكثر من 1400 عام، وهي كانت في خدعة جيش معاوية ضد جيش سيدنا علي رضي الله عنه، وحمى الوطيس وكاد جيش معاوية يهزم، وبالتالي هو الذي شارع عليهم بإلقاء المصاحف لعمل نوع من الفتنة والبلبلة، وبالتالي توقف القتال ولجأوا للتحكيم. عايز أعرف من حضرتك فحوى والدروس المستفادة من هذه الواقعة التاريخية والإسلامية القديمة ومحاولة بعثها من جديد لا قدر الله يوم الجمعة القادم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحبيب البشير رحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، أيها الإخوة المشاهدون، في حقيقة الأمر لا يجوز لنا أن نجتر الماضي بكل ما فيه، ولا يجوز لنا أن ننسخ كل تجارب الماضي لنضعها في حياتنا المعاصرة. ليه؟ لتغير الزمان وتغير المكان وتغير ملابسات الأمور. أنا عايز يعني أستأذن حضرتك وأستأذن السادة المشاهدين إن احنا نحط إيدينا على منابع الفكرة، كيف بدأت تاريخنا الإسلامي، التاريخ الإسلامي مليان حتى يعني بالعظات الجميلة والأحداث لا السعيدة، وكمان حتى لا يصدر للناس بشكل مشوش. احنا عايزينه يصدر بشكل صحيح. يا جماعة الخير، لا تتهم الأمة في ماضيها، فإن ماضينا ماض لا يعني لا نستحي في نقطة واحدة منه بد أبدا أبدا. إن ماضينا ماض مجيد، وإن واقعنا إن شاء الله واقعا مجيدا، وإن مستقبلنا بفضل الله مستقبل مجيد إن شاء الله. يا جماعة، اللي حصل إنه في سنة 38 من الهجرة النبوية حصل قضية مقتل سيدنا عثمان بن عفان، قتل في داره رضي الله عنه. كان الخليفة سيدنا علي من بعد سيدنا عثمان، والقصة حصلت بالترتيب كده وبالراحة، إنه بويع سيدنا علي بالخلافة فقال يا جماعة خلي بالكم، إحنا عشان نجيب الجماعة اللي قتلوا سيدنا عثمان دول لازم الدولة تستقر. وده أول كلام وأول خط وأول معلومة. استقرار الدولة والأمن والأمان، استقرار الدولة، هدوء الأحوال، هدوء الأوضاع، نلتقط الأنفاس، نمشي قدام شوية، نصلح الاقتصاد. سيدنا علي كان ينظر من هذه الزاوية. أرجوكم أرجوكم تعالوا نتعلم التاريخ صح، أرجوكم تعالوا نتكلم كلام مظبوط ومتزن. يا جماعة، سيدنا علي قال للجماعة كلهم يا أصحاب رسول الله، إزاي إحنا نجيب الجماعة الذين تجرأوا على أميرنا وخليفتنا رضي الله عنه ذي النورين أمير المؤمنين؟ فقال لهم لا، لابد وأن تهدأ الأحوال عشان أنا أجيب الجماعة الخوارج دول وأدبحهم أو أقيم عليهم شرع الله إلى آخره بالحكم المستقيم، شرع الله والقانون، بالقانون. طيب،
بعد شوية أرسلت زوجة سيدنا عثمان قميص عثمان لسيدنا معاوية في الشام. كان معاوية أميرا على الشام من قبل سيدنا عثمان، وقبل كده كان أمير على الشام من قبل سيدنا عمر، وقبل كده كان أميرا وهو أمير ابن أمير رضي الله عنه وأرضاه. إلا حصل إنه لما وصل قميص سيدنا عثمان الشام، أهل الشام اغتاظوا وغضبوا وفارت الدماء في عروقهم، والله لا نسكت على من قتلوا عثمان، وعندهم حق. لا هذا هو المدخل، إن سيدنا علي كان عنده الحق، وإن سيدنا معاوية ومن معه كانوا يبحثون عن الثأر، لكن وجهة نظر سيدنا عثمان كانت هي الصحيحة. ليه سيدنا علي كانت هي الصحيحة؟ ليه؟ لأنه هو عايز الدولة إيه؟ تهدأ الأول، حقن الدماء، حقن الدماء، وكمان لنلم الشتات. وأنا سمعت في وسائل الإعلام منذ يومين أنه في دعوة كريمة للم الشمل. هذا كلام يعني يوزن بماء الذهب. يا جماعة عايزين تعرفوا مين الغلط ومين الصواب، تعالوا نهدأ الأمور الأول. سوف تعلموا حينما ينجلي الغراب أفرس تحتك أم حمار. بس لما ينجلي الغبار الأول تعالوا اللي هم مستفيدين، ومش عايزين يعرفوا الناس تحتهم فرس ولا حمار، عايزين الغبار طول الوقت شغال عشان ما يتعرفش هم بيعملوا ايه، محدش يميز. لا يا جماعة، تعالوا نجلوا الغبار أولا، ده كلام سيدنا علي. يا جماعات دي لا ترى إلا في الظلام، يعني كما تقول حضرتك. بعد شوية الفتن ودخلت السبائية. يا جماعة والله لم تنشب الحرب بين سيدنا علي وسيدنا معاوية إلا بعد دخول أطراف خفية كانت تعبث في الظلام، ده موجود دلوقتي بالفتنة الكبرى. عبد الله بن سبأ وغيره من هؤلاء الذين دخلوا ففتنوا الدنيا، كانوا يسمون بالسبائية إلى آخره، كانوا يرسلون كتبا من معاوية لعلي ومن علي لمعاوية فيها سب وشتم، هم اللي بيعملوا كده. ففارت الفتنة بين الفريقين إلى أن وصلنا لغاية معركة صفين 38 هجرية. اجتمع الجيشان، خلاص هناك حرب، فتنة شعواء. أنا عايز أقول بقى، هل الصورة دي اللي أنا بحكيها هي الصورة اللي موجودة النهاردة؟ بالقطع لا. طب هي نفس الظروف؟ بالقطع لا. طب هي نفس الأحداث؟ بالقطع لا. فبتضحكوا علينا ليه؟ لا، تعالوا نتكلم كلام متزن. الجيشين اجتمعوا، فواحد من الشعراء وقف وقال: أصبحت الأمة في أمر عجب، والملك مجموع غدا لمن غلب، فقلت كلاما صادقا ليس كذب، إن غدا تهلك أعلام العرب. هذا كلام عجيب، هذا موجود يا جماعة الآن؟ غير موجود. أول يوم في المعركة تقاتلوا من صلاة الفجر إلى صلاة المغرب، حرب شعواء من صلاة المغرب، حتى قالوا: وما كاد الفريقان ينفصل بعضهما عن بعض إلا وقت الصلاة. شوفوا العجب يا جماعة، كانوا كل فريق يصلي في فسطاته، يعني يصلوا العصر ويعودوا للحرب، يصلوا الظهر ويعودوا للحرب، ولحد في المساحة بتاعته. وبعد شوية بعض من جند سيدنا علي يغلط فيروح يصلي مع جند سيدنا معاوية، وبعض من جند سيدنا معاوية يروح يغلط فيروح يصلي مع جند سيدنا علي، ويصلوا ويرجع سالم غانم ولا في أي مشكلة. ليه؟ لأن الناس بتحترم القانون، وقت الصلاة لا يجوز فيه الحرب. حتى وقف سيدنا علي في آخر النهار وبص كده ناحية جند الشام اللي هم فيهم سيدنا معاوية، قال: اللهم اغفر لنا وله لنا ولهم. فوقف واحد قال له: يا سيدنا علي، القتلى. قال له: من مات محتسبا فعله عند الله خالصا نيته لله سبحانه وتعالى فهو من أهل الجنة إن شاء الله. اليوم الثاني يا مولانا نشب القتال، وكاد جيش علي أن يهزم. خدوا بالكم من سياق الأحداث عشان بس نصل، هل ينفع أننا استنسخ التجربة دي النهاردة ولا لا؟ هم بيكتزئوا، يكتزئوا بطريقة زي ما قلنا قبل كده، بطريقة لا تقربوا الصلاة. لا، في الليلة في اليوم الثاني كان يوم الخميس، أهو الأربع والخميس، اليوم الثاني يوم الخميس سنة 38 من الهجرة. اللي حصل إيه؟ إنه في جند سيدنا علي كان سيدنا رضي الله عنه عمار بن ياسر. عمار بن ياسر كان رجل كبير في السن، تجاوز 80 من عمره أو 70، يعني رجل كبير. فوقف، فواحد واقف جنب سيدنا عمار قال له: يا صاحب رسول الله، ألا لعنة الله على أهل الشام قد كفروا؟ قال له: خسئت، والله ما لا ندعوهم بالكفرة أبدا، إنما هم إخواننا بغوا علينا. نعم. لا نقاتلهم إلا لأنهم بغوا، إخواننا بغوا علينا. هذا الفكر المستقيم. فوقف سيدنا رضي الله عنه بعد صلاة المغرب عمار وشرب شربة لبن، وبص لأصحابه كده في المعركة قدام سيدنا جيش سيدنا علي، فقال لهم إيه؟ بشرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آخر ما أشربه من الدنيا شربة لبن، فبكى القوم. وخلي بال حضرتك، قاتلوا فقتل سيدنا عمار بن ياسر، فأما الصحابة جروا على سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وكان مع سيدنا معاوية، فقالوا له إيه؟ يا أمير يا صاحب رسول الله، أنا قتلت عمارا. والتاني قال له: لا، أنا قتلت عمارا. قال له: أخزاكم الله،
فليفز به أيكما فقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويح ابن سمية تقتله الفئة الباغية. خلي بالك دلوقتي في فئة باغية وفي فئة معها الايه؟ معها الحق. نستمر بقى، انتهى اليوم الثاني وكاد جيش سيدنا معاوية أن يهزم، لكن في هذه الفتنة الطاحنة قتل عدد كبير من المسلمين، دماء سالت أنهار حتى عدوا القتلى نحو من 60,000. ينفع هذا الكلام؟ هل يجوز أن أستنسخ هذه التجربة الآن؟ 60,000 ومسلم يقتل مسلم في فتنة تأكل الأخضر واليابس، فين الكلام ده دلوقتي؟ لعنة الله على من أيقظ الفتنة. أنا أقول بكلام واضح، حكم الدين في اللي بيحاولوا يستنسخوا بقى الموقف ده. هؤلاء يجتزئون من تاريخ المسلمين ما يشوهون به الإسلام كله، وحكمهم إن شاء الله هؤلاء مفسدون في الأرض، وإن طبقوا ما يدعون إليه فهذا من الإفساد في الأرض. فجينا في اليوم الثالث سموها ليلة الهرير، لأن الريح تصفر، وتقاتلوا من صلاة الفجر إلى الساعة 12 بالليل حتى تعضوا بالأسنان. شوف الكلام، حرب ضروس، حرب ضروس حتى تعضوا بالأسنان. مش كده بس، الناس تاخد بالها أنه كانوا إذا تعبوا من الحرب، يعني واحد بيقاتل واحد يستريح قليلا ثم يعاود القتال في نفس البقعة من الأرض، إيه ده؟ ففاني كثير من الناس. فلما انتهت ليلة الهرير والناس كلها قتلت، كثير من الناس قتلوا فتنة شعواء، فوقف واحد من العقلاء. اسمعوا بقى الكلام بقى، وده مربط الفرس يا جماعة. هذا الرجل العاقل يا إخواننا كان اسمه الأشعث بن قيس، ده رجل عدى 80 سن، وأكثر من 80 سنة. وقف وقال والله الذي لا إله غيره، خطب في جيش علي وفي جيش معاوية بعيد، هو إنسان محايد، هو قال لهم يا جماعة لو استمرينا على هذه الحالة لتغيرن علينا الروم غدا، يعني الأعداء هيدخلوا بيوتنا فيأخذوا النساء لأنهم ترملوا، ما احنا بنقاتل بعضنا، بنقاتل بعضنا بعض وسبعين الجبهة. الله ينور على حضرتك. خلينا بقى نأكد على النقطة دي تاني. ينفع يلي بتقول أنا عايز أحكم البلاد والعباد وعايز الدنيا تزدهر في بلادنا، ينفع ننشغل بحرب فيما بيننا ونترك أعداءنا يسعون في الأرض فسادا ويأخذوننا على حين غرة؟ ينفع يا أيها العاقل؟ ليس أخلاق المسلمين، ده المسلم كيس فاطن. مين بقى اللي فاطن للمسألة دي يا أستاذنا؟ فاطن إنسان عظيم جدا اسمه الأشعث بن قيس. وقف الأشعث بن قيس وقال لهم حرام عليكم، تعالوا نحكم القرآن الكريم، تعالوا نحقن الدماء يا جماعة، ما ينفعش كده. فوقف وقال والله لو أن استمرنا على هذه الحالة فإن غدا سيغير علينا الروم أعداءنا ويأخذوا النساء لأنهم ترملوا، كل واحد عنده زوجة مات في الحرب فبقت أرملة، ويأخذوا الأطفال لأنهم تيتموا. يا جماعة هذا لا يليق. صرخ في الناس بهذا الكلام وعلى وصوته عالي. الكلام ده وصل لسيدنا معاوية والكلام ده وصل لسيدنا علي. فسيدنا معاوية قال صدق والله لو استمرنا على هذا الحال الدنيا هتخرب. رأيه مظبوط، مظبوط جدا، الراجل ده رأيه صح. فأرسل إلى سيدنا علي. يا جماعة بصوا الصورة عاملة إزاي، الكلام ده كيف يصدر بطريقة خاطئة في وسائل الإعلام وعلى المنابر، يحاولون تشويه الدين وتشويه لا 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 لا. فأرسل سيدنا معاوية لسيدنا علي، أرسل له كتاب قال له لو أنك تعلم أن الحرب ستأخذ منا ما أخذت أظنك ما خرجت لحرب يا أمير المؤمنين. ده سيدنا معاوية بيقول لسيدنا علي كده. خسائر الفادحة طبعا خسائر فادحة، ودماء أسيلت وبلاد خربت ودمرت ونساء ترمل. كان من الأفضل أن يكون الجيشان جيشا واحدا لنصرة الإسلام. المهم في النهاية راح قال سيدنا علي، بكى سيدنا علي وقال صدق معاوية. طب نعمل إيه عشان نسكت الغوغاء ونجمع الشتات ونوحد الصفوف؟ ارفعوا المصاحف على أسنة الرماح عشان الغوغاء يفهموا، والجماعة الجند اللي مش واخدين بالهم ومش فاهمين وبعضهم يقاتل في شيء من العصبية، أخوانا افهموا إنه إحنا خلاص تتفق رأس هذا الجيش ورأس هذا الجيش على هذا هو ينصب. هذه هي يعني الآن لا يصح لنا أن ننصب هذا الفخ، لا يصح لنا أن نستنسخ هذا. اتفق الجيشين فرفعت أسنة المصاحف على أسنة الرماح، ثم اجتمع الفريقان على معاهدة مضى عليها سيدنا عمرو بن العاص ومضى عليها سيدنا معاوية ومضى عليها سيدنا علي بأن تحقن الدماء ويرجع جيش سيدنا معاوية إلى الشام ويرجع جيش سيدنا علي إلى المدينة والعراق وتهدأ الأمور، وبعدين نبحث عن أسباب الفتنة. وده اللي حصل. لكن الغوغائية لم تترك سيدنا علي رضي الله عنه يفعل ويثبت. وانا كل ما اخشى يؤججون المشاعر، كل ما اخشى موجودين، كل ما اخشى حتى الان، يعني كل ما اخشى الندم حين لا ينفع الندم. نعم والله العظيم. محمود حدثنا متواصل مع حضرتك في مساحه للراي، بس اسمح لنا ان نشوف تقرير سريع لأم وتقول الصحافه حول هذا الموضوع ثم نعود للنقاش.
بمقال السيد الببلي لا يجب التهوين من المظاهرات يوم الجمعة القادم 28 نوفمبر، كما لا يجب التهويل من شأنها أيضا. فمظاهرات 28 نوفمبر هي النفس الأخير للجماعات المتطرفة التي تراهن على أكبر قدر من البلبلة والفوضى لدعم وضعها ووجودها السياسي. 7 أيام، يرى الدكتور عمرو هاشم ربيع أن الدور الذي يلعبه الإعلام في إثارة الدولة والمجتمع حول توقعات 28 نوفمبر جد خطير، لأن بعض وسائل الإعلام باتت تحترف الإثارة والأمر يؤثر سلبا على الأحوال في مصر. يقول عزة القمحاوي: أوقعتنا جماعات إسلام القطاع الخاص في ورطة بين الجبهة السلفية التي دعت لمظاهرات 28 نوفمبر والدعوة السلفية التي رفضت هذه الدعوة. ترى ميسى عبد الجليل أن الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر والكلام عن استكمال الثورة وتصحيح المسار يعني أننا نلف وندور في حلقات الفوضى وعدم الاستقرار. يتساءل فرج أبو العز: لمن ترفعون المصاحف؟ وصدق الإمام عندما قال: هذه هي مصر التي سترد كيدهم إلى أعناقهم، وعلينا ألا نصدق دعواتهم الخبيثة والانسياق وراء مخططات من شأنها هدم الأمة وإحداث فتنة نحن في غنى عنها. هشام النجار يرى أن الدعوة لمظاهرات 28 نوفمبر تعد أكبر خسارة للحركات الإسلامية سياسيا، وأنه لم يعد لقادتها المقدرة على المواصلة في ميدان السياسة. الدكتور ناجح إبراهيم يرى أن مظاهرات الجمعة 28 نوفمبر دعوة للفتنة، وأن الجبهة السلفية قليلة الانتشار في مصر وليست لديها القدرة على الفعاليات التي تدعو إليها. وأخيرا خالد إمام يؤكد أننا أمام اختيار صعب وحاسم وفارق: إما أن تؤد الفتنة النائمة منذ 14 قرنا، أو يضيع الوطن ونضيع معه ونصبح نسيا منسيا. شيخ محمود عبد الدين أحد علماء الأزهر الشريف والدعاية الإسلامية، أهلا وسهلا بحضرتك من جديد. يقول تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أين هذا القول وهذا كلام رب العالمين مما يحدث اليوم من تأجيج المشاعر ومحاولة الخروج على الحاكم وترويع الأمينين والتهديد والترويع الذي تحتويه مثل هذه الدعوات الفاشلة؟ نعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. اسمح لي حضرتك قبل ما أعلق على هذا السؤال وأجيب، عايز بس ألخص ما قلته للناس في المرة في بداية الحلقة. يا جماعة خدوا بالكم بقى عشان أنا أكون صريح في الكلام. يا ما حدث بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اختلافا في وجهات النظر، مع صحة النية في كلا الفريقين. أما ما تفعلونه الآن وما تدعونه الآن فلا أراه اختلافا في وجهات النظر، لا يرى إلا في دائرة التصارع والتقاتل على السلطة، على الحكم، على أن يتصدر أهداف دنيوية. وأنا قلت وأقول وأكرر، إحنا جماعة نقلنا ميدان التصارع بين المسلمين والتسابق إلى ميدان مزيف. ميدان مزيف. ربنا سبحانه وتعالى يقول: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. دي الآية دي جت فين؟ جت في سورة المطففين، بعد ما ربنا ذكر أحوال أصحاب النعيم، أحوال أصحاب الجنة. قال: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. بص الخير: يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وبعدين راح قال إيه؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى التنافس ده يا جماعة يكون على هذا الخير الذي ذكر في الآيات السابقة، لا على المناصب الدنيوية. إذ لو أن الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها. بيحاولوا يخلطوا باستمرار الحق بالباطل ويقولوا إحنا بنعمل الكلام ده في سبيل الله. أين الموعظة الحسنة؟ هذا هو المدخل بقى يا جماعة. ما ينفعش أكذب خالص، ما ينفعش أجتزئ من التاريخ ومن الآيات ما يخدم هدفي وأقول أنا عندي نية سليمة. لا لا لا، لا يصح هذا الكلام أبدا. هذا ينافي تماما الحكمة والموعظة الحسنة. سيدنا الإمام الحسن البصري، وده من الحكمة، شوفوا بقى الدعوة إلى الله بالحكمة تبقى إزاي. إذا رأيت الرجل ينافسك في الدنيا فنافسه أنت في الآخرة. دي الحكمة. إيه هي الحكمة يا جماعة اللي جت في الآية اللي حضرتك بتقول بيها بتستشهد بيها؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه.
إذ أنك لو وضعت الشيء في غير موضعه هذا من السفه. نعم. ليس من الحكمة. وبعدين ربنا المعنى هيختلف على طوله لو في نية خبيثة. ما فيش كلام حتى ربنا سبحانه وتعالى يقول في القرآن ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الإيه أولو الألباب أولو العقول المنورة. لكنها عقول طمس الله عليها وقلوب يعني طبع الله عليها بهذا الذي بالفكر الشاط الذي يتبعنا الكلام. إذن الآن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. نعم. فإن وجدت الرجل وكان من أدق الحكمة ما فعله سيدنا علي. وسيدنا علي يا جماعة بكل صراحة كان الحق مع أمير المؤمنين علي وكانت إمارته صحيحة. نعم. ومع ذلك بالحكمة آثر حقن الدماء. نعم. ومضى على المعاهدة التي تكتب بماء العيون ورجع إلى الديار فاجنح لها وإن جنح الله أكبر. نعم. وإن جنحوا إلى السلم فاجنح لها وتوكل على الله. بس أنت ظلمني يا أستاذ. يعني أنا بقول لحضرتك. نعم. نفرض أن أنت ظلمني. نعم. ومع ذلك أنت قدمت لي وجها حسنا وقلت لي خلاص نجنح إلى السلم. ما لي من حق عندك أنا متنازل عنه. دي الحكمة. تمام. حتى نصير إخوة والحقوق التسامح وروح المحبة. الله أكبر. ما هو ده يا جماعة الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. كنت ظلمتك يا سيدي أسيبك تظلمني مرة أخرى ولا نموت بعض عشان حضرتك ظلمتني وأنا هذا لا يليق. الله ده الحسن البصري رضي الله عنه قالوا له فلان الفلاني امبارح طول الليل جاف في سيرتك وعمال يقول فيك ما قال مالك في الخمر. أيوه. وبيقول فيك ويعيد. فتاني يوم راح واخد طبق من التمر. نعم. شويه بلح جمال كده وراح مخبط على بيت الذي اغتابه وقال له تفضل هديه مني لك. هديه ازاي ده انا بكرهك يا عم ده انا ما بحبكش. قال له ومع ذلك دي هديه مني ليك. قال له ليه؟ قال له لاني علمت انك اهديت الي حسناتك فانا بدي برد الهديه بالهديه. انا تتخيلوا كده هو لما جاب سيرته اكتسب حسنات وهو خد. نعم. وقبل سيدنا الحسن ما هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه اللي بتقولوا النبي قائدنا. الله النبي قائدنا في حاجات وحاجات لا. مش هو ده اللي كان اليهودي بيضع له القاذورات امام بيته صلى الله عليه وسلم؟ مش دي الحكمه والله العظيم؟ الذي قال عليه الصلاه والسلام انتم اعلم بشؤون دنياكم. انتم اعلم بشؤون دنياكم. دي قضيه مهمه جدا وتحتاج مني الى شيء من التفصيل. سامحني في دقائق معدوده اقول لحضرتك. يا جماعه هو الكلمه دي جت منين؟ انه سيدنا النبي عدى كده على الصحابه لقاهم بيؤبروا النخل. بيعملوا ايه؟ يؤبروا. يعني ايه يؤبروا النخل؟ يعني بياخذوا اللقاح من الذكور يضعوها على الإناث. فما قال لهم لا تفعلوا عملية تهجين. يعني. عملية تهجين يضعوا اللقاح من ذكور النخل على إناث النخل عشان التمر يطلع جميل. فما قال لهم لا تفعلوا. فسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام فشاص البلح يعني ما طلعش كويس. فما قالوا له يا رسول الله احنا سمعنا كلامك واللي حصل حصل والبلح ما طلعش كويس. فقال لهم أنتم أعلموا بشؤون دنياكم. السياسة والحكم وقيادة الدول والأمم هذا من شؤون دنياكم. يا مولانا أنت بتقولي أي والله العظيم من شؤون دنياكم. أقول لحضرتك دليل على كده؟ قولوا لي يا جماعة هو سيدنا النبي إيه النظام السيستم يعني اللي ما يخرش المية اللي حطه لنظام الحكم في الإسلام؟ ولا حاجة يا راجل. والله هو النبي وقف قال الخليفة من بعد أبو بكر واللي ما يسمعش كلام أبو بكر اقطع رقبته يا أبو بكر. ما حصلش. انما اشارات بس وتلميحات لو اتفقتوا عليه اوكي تمام جزاك الله خير. الالباب طبعا قول طبعا اهل الحل والعقد. نعم. طيب سيدنا ابو بكر لما تولى الخلافه بالناس رضيت وتولى الخلافه. نعم. عمل زي ما عمل سيدنا النبي وساب المساله مفتوحه وما حددش حد من بعده برضه لا. نعم. ده يدلك على انه الحكم في الاسلام من شؤون الدنيا على ما تتفقوا. مظبوط يا اخوانا. سيدنا ابو بكر ما عملش زي سيدنا النبي وساب المساله مفتوحه لا. انما حدد للناس من بعده عمر. نعم. وقال لو سألني ربنا يوم القيامة اشمعنا عمر أقول تركت لهم الذي مات عنه رسول الله وهو عنه راض. مات النبي وهو عنه راض. طيب سيدنا عمر مشي على أسلوب سيدنا أبو بكر وسيدنا النبي ولا اخترع طريقة جديدة؟ والله العظيم اخترع طريقة جديدة. نعم. لأنه لو الكلام منضبط ما هو مع تغير العصر. مع تغير العصر يا أستاذنا لازم احنا برضو ناخد ده الكلام المهم اللي لازم نقوله للناس كلها دلوقتي مع روح العصر بتاعتنا برضو بما يرضي الله وفي إطار يا جماعة. ده سيدنا أبو بكر توفي بعد سيدنا النبي بسنتين لكن الأحوال اتغيرت. مزبوط. ومع تغير الأحوال اخترع للمسلمين لا أقول اخترع وإنما وضع للمسلمين قاعدة جديدة في الحكم. فما قال لهم عمر جه 11-12 سنة خليفة الدنيا اتغيرت. نعم. طب ليه ما قالش فلان الفلاني زي ما سيدنا أبو بكر عمل؟ قال لهم لا. أيوة. في عندكم ستة أهل الشورى فلان وفلان وفلان اللي تختاروا. نعم. منهم ينفع إن شاء الله أمير المؤمنين. هذا التغير الشيخ محمود مع روح العصر هو اللي بيخلينا نطالب بقى يعني تعديل الخطاب الديني ولا طالما طلبنا به. هناك دعوة من السيد الرئيس في هذا الإطار. نعم. ويمكن كان فيه
اجتماع مع الشيخ الطيب مع علماء الازهر الشريف مولانا الشيخ احمد الطيب من ولا حاجه من اولئك الذين يرفعون رايه بعد هذا المؤتمر وهذا النقاش علشان نقدر نحط كلنا ايدينا في ايدين بعض وننهض. جيد جدا استاذي حبيبي، ربنا يبارك في عمرك. انت تاخذني من نقطه الى نقطه يعني ببراعه، انا يعني ادعو الله لك بالتوفيق والسداد. يا اخي الكريم، ما هو اللي احنا بنقوله ده من تجديد الخطاب الديني. هو احنا لما نيجي نقول للناس يا جماعه لا انتم اعلموا بشؤون دنياكم، دي خرجت من ظروف وملابسات كذا وكذا، هذا من التجديد، لان الفكره مغلوطه في اذهان الناس. الجديد الذي تقوم به وزاره الاوقاف احيانا وبعض علماء الازهر أنهم أرسلوا قوافل دعوية في محافظات جمهورية مصر العربية، وراحوا سيناء وأسوان كمان. أنا أعرف بعض أصدقائي من الدعاة ربنا يبارك فيهم لسه راجع من أسوان من يومين، والتقى بطلبة المدارس هناك بالجيل القادم بالجيل. هذا من أقول من طرق تجديد الخطاب الديني. وإلا تجديد الخطاب الديني يحتاج إلى محاور عشرة، مش محور واحد، أكثر من عشر محاور. منها البيت، الوالد والوالدة، منها المدرسة، منها المسجد، وهذا من أخطر المحاور في تجديد الخطاب الديني. هذا الداعية أو الخطيب النمطي الذي يخرج فيقعر الكلام، يقول تتكأتم علي كتكأكم على زي جنة، يعني هذا لا يجوز. حد من غير الأزهر يطلع، بس فوجئنا للأسف برضه نعم هذا يعني من العقبات بعضهم إلى المنام. نعم من العقبات على الطريق. أنا أسأل الله أن يهديهم وأن يهدي كل إنسان تلبس بالدعوة إلى الله. ادعو يا أخي الكريم إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أقول محاور كثيرة، منها المسجد. الداعية النمطية يا جماعة لا بالله عليكم، الشباب في المساجد عايزين يسمعوا كلام مختلف. يعني ايه كلام مختلف يا مولانا؟ يعني نغير الدين عشان خطرك؟ انا مش بقول تغير الدين، انا بقول لك انظر للنصوص الشرعيه بمفهوم عصري. والا لو لم تفعل هذا فانت تنعي الاسلام وتقول الاسلام لا يصلح الا للعصر الحجري او للعصر القديم. لا، نصوص الاسلام صالحه لكل عصر ومصر، بس كل ما هنالك وليس فيها قتل ولا سفك دماء ولا إطلاقاً يعني إطلاقاً تكسير للممتلكات العامه والخاصه. حكم الدين في الكلام ده ايه؟ اطلاقا الاتلاف والتخريب، الذين يسعون في الارض فسادا. وبعدين في ايه بتوجع قلبي في القران قوي يا استاذنا وعايز اقولها قدام الناس، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أسأل الله ألا نكون منهم، هم مش فاهمين ما هو ده النقطة. أسأل الله ألا نكون من أولئك الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. غير الضالين أمين، اللهم أمين، غير ولا الضالين أمين كما جاء في آخر الفتح. عايز أقول لحضرتك بقى تعالوا نؤكد على هذه المحاور. تجديد الخطاب الديني ينبع من الآية التي ذكرناها في هذه الحلقة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. لا تكسير، لا تخريب، خلوا في بيننا وبينكم مساحة مشتركة. تعالوا ندعو بعضنا البعض إلى التعايش. الحياة تتسع للجميع، وإن الموت يعني طبعا وإن الموت لا يمكن أن يكون قانون الحياة. يستحيل. هذا التدافع، نعم هو التدافع موجود في سنة، التدافع موجودة في القرآن، لكن التدافع بالحسنى، لا لأن تأخذ مكاني تقتلني. المنافسة الشريفة حتى نعم. وأنا قلت منذ دقائق هنا في هذه الحلقة أيضا نحن نقلنا ميدان التنافس إلى ميدان مزيف بنتنافس على الدنيا. خليني أحكي لحضرتك حكاية في سطرين. احنا فضل لنا دقيقة واحدة في نهاية نختصر الحلقة، نختصر يعني هذا إن شاء الله، نلخص فيها أهم ما جاء في الحلقة. جيد. وكلمتك لكل مصري وكل مصرية. طيب. في هذه المرحلة الهامة. طيب، ارفع ما بيني وما بين الناس لأني سأتكلم للناس من قلبي. فضل. وما خرج من القلب لا أراه واصلا إلا إلى القلب. إن شاء الله. خلاصة ما قلناه يا جماعة، اقرأوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة بعين مختلفة. اقرأوها باحترام لهذا الجيل العظيم الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم. اثنين، لا تجتزئوا مواقف كانت بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنزلونها على واقعنا المعاصر لأسباب بسيطة جدا، إحنا مش هم وزماننا مش زمانهم والأحداث مش هي الأحداث إطلاقا. ثلاثة، يا أيها الدعاة، أيها الذين يحملون هم الدعوة. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان شايل هم الدعوة أوي أوي أوي، فراح تكلم مع عظماء قريش، فقالوا عبد الله بن أم مكتوم، قال له يا رسول الله اهدني اهدني، والنبي يعرض عنه،
فعاتبه رب العزة سبحانه وقال له عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى. لا انتبه للي جاي لك، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وإن من الحكمة والموعظة الحسنة أن تترك مالك من حق عند أخيك ليحدث بينك وبين أخيك وئام ووفاق ومحبة، لأن الهدف في النهاية واحد إن كنت صاحب نية سليمة. نعم. الكلمة الأخيرة التي أريد أن أقولها للشعب المصري، كما قلت لك خلي بيني وبين الناس يا أخي الكريم، أيها الشعب المصري، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تظنون أن التفرق والتشرذم والتقاتل سيؤدي إلى شيء. أقسم بالله أنه لن يؤدي إلا إلى خراب ودمار، ولن يؤدي إلا إلى شماتة الأعداء. اترك ما لك عند أخيك، صف ما بينك وبين أخيك، لينطبق علينا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن للمؤمن كالبنيان. وشبك النبي أصابعه صلى الله عليه وسلم. ولعل هذا هو خير ختام لهذه الحلقة. الشيخ محمود عابدين من علماء الأزهر الشريف والدعاه الإسلامي، نورتنا في هذه المساحة على الرأي، وكل سنة وحضرتك. جزاكم الله خيرا، وأشكر لحضرتك ولكل القائمين على هذا البرنامج، وكل سنة طيبين، وربنا يبارك في الشعب المصري كله. آمين يا رب. شكرا لحضراتكم، سلام عليكم.